مساء الخير. صورة أصيلة وجميلة وصوت مؤثر في عالم الأغنية العربية. بدايتها كانت مع أساطير الموسيقى في مصر، ورغم قلة معاركها إلا أنه القليل منها كان مثير للجدل ومليء بالاتهامات العنيفة. تخاطب جمهورها بثقة كبيرة. هل رح بتحافظ عليها بحلقة الليلة؟ ضيفة 100 سؤال الفنانة لطيفة. والفنانة لطيفة أصبحت بضيافتنا داخل الاستوديو. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك، نورتينا. يعيشك بهالإطلالة الحلوة. سميلي عمري. ونتمنى أنه تكون حلقتنا أكثر من رائعة الليلة. يا رب إن شاء الله، وعدك أن أنا أكون يعني أكثر من لطيفة لطيفة بلس لطيفة. أنا قلت أنه دايما بتخاطب جمهورك بثقة كبيرة، قدي رح تعطينا اليوم من الثقة وتكوني كتير صريحة معنا بحلقتنا؟ شوفي، أنا من يمكن أنا بعتز بيها الصفة دي، بس يمكن في بعض الناس بيقولك ده عيب إنه الواحد يكون صريح قوي. أنا ما عرفش أعيش غير وإن أنا صريحة، حتى في غنية تلاقيني كده واضحة، يعني يا أبيض يا أسود، لكن مش رمادي. شو بدأ قبل ما نبلش؟ أبدا يا أبيض يا أسود لكن مش رمادي. الله، ممنوع الرمادي بحلقتنا. لا 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 لا، لا مناش رمادي. وبدنا نجاوب في عنا تعهد، لو سمحتي لطيفة بدي تقريه، وإذا وافقت عليه بدك تمضي. حاضر، حقراه وأقرا مع يعني المشاهدين يشوفوه كمان. أتعهد أنا الفنانة لطيفة أن أكون أكثر صراحة ومصداقية وجرأة كعادتي يعني، وقدرة على مواجهة أي سؤال أو اتهام بكل شفافية، ملتزمة بقواعد برنامج 100 سؤال، وحريصة على حق المشاهد في معرفة الحقيقة كاملة. موافقة؟ كاملة. موافقة. موافقة جدا. هوقع اهو، وهيدا توقيع لطيفة.